مرحبا، قد لا تتذكرني ولكننا تقابلنا من قبل. حسنا، لقد أضحت حياتي مملة مؤخرا. كل ما أفعله هو الجلوس في المنزل، لم يعد أحد في حاجة إلى جالب حظ مثلي، لذا قررت شرب بعض الشاي وتبادل أطراف الحديث معكم. أي نوع من الشاي تفضلون؟ ها؟ هل هو؟ أوه، أعتقد أنني توصلت إلى أمر أكثر تشويقا لفعله. إن كنت لا تعرف هذا الشيء، فهو جهاز النقل عن بعد وجدته منذ زمن بعيد. هيا لنجربه. ها أنا ذا في مكان مجهول. أين الجميع؟ يبدو هذا المكان موحشا. مرحبا، هل من أحد؟ يبدو ألا أحد يسكن هنا. لنلقي نظرة على ذلك المبنى هناك. لا أود فعلا لمس هذا الباب، ولكن كيف لي أن أعرف ما حدث إن لم أفعل ذلك؟ يا إلهي، الغبار يملأ المكان. من الواضح أن البشر قد هجروا هذا المكان منذ زمن طويل جدا. مهلا، ما هذا؟ رسالة؟ لنرى. لكل من يقرأ هذه الرسالة، هذه آخر كلماتي قبل الذهاب، قبل أن نذهب جميعا، فقد حل اليوم الموعود. إنهم يجمعون الناس في مركز المدينة للإجلاء الاضطراري. سنغادر كوكب الأرض ونستقل مركبة فضائية عملاقة ستأخذنا إلى كوكب بعيد في مكان ما في مجرة المرأة المسلسلة. يقولون إن كوكب الأرض لم يعد آمنا. أنا خائف ولكني متفائل، ربما سنجد موطنا جديدا هناك. إن كنت تقرأ هذه الكلمات فربما قد فاتتك سفينة، تركت بعض اللحم في الدرج. سيأتون من أجلك أيضا، اطمئن، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. واو، هل قالوا لحم؟ ها هو ذا، ألن تمانع إن لم يحدث شيء؟ ربما زر معطل. كلا مهلا، ما هذه الجلبة؟ هل هي مركبة فضائية؟ لقد رصدنا إشارتك، اخرج ويداك مرفوعتان ولن يؤذيك أحد. أوه، يفضل أن أذهب الآن. وما الذي يحدث هنا بحق السماء؟ لما ذلك الشاب يهرب من الشرطة؟ وماذا يفعل ذلك الشاب على السطح؟ هل هو سيقفز؟ كلا، مهلا، لا تفعل ذلك. ها؟ لقد قفز على الأرض ونادى بالفرار. وتلك الفتاة الصغيرة تحمل شيئا يبدو خطيرا وثقيلا جدا، ولكنها تحمله بكل سهولة. أوه كلا، ستصدمها تلك السيارة. ماذا؟ لقد وجهت فوهة ذلك الشيء العملاق وقفزت في الهواء بأعجوبة. أعتقد أنني سأفقد صوابي في هذا المكان. مهلا، لو سمحت احترس، أنا واقف هنا، ألا تراني؟ أوه أجل، عذرا، لم أقصد الإساءة. فكما تعلم لا أحب هذا المكان على أي حال، لذا سوف... إلى اللقاء. حسنا، يبدو هذا المكان حضريا أكثر، رغم أنه يبدو غريبا نوعا ما. ذلك الجدار الصخري الضخم هناك تسكنه طيور عملاقة جدا ويرتدون بدلات العمل. ها، هل دست على منزلك؟ أنا آسف جدا، دعني أصلح الأمر. تفضل. جيد، لقد عاد منزلك كأنه جديد. عذرا للسؤال، ولكن هل أنتم حيوانات السرقات؟ أجل، كما ظننت. ما الخطب؟ لماذا تختبئون؟ ما هذا؟ انتظر، هل هذه جواميس؟ ولماذا ترتدي جميعها تيشيرتات وقبعات؟ ويلاحقون إنسانا على دراجة نارية؟ إنها مسابقة العدو البشري، تقاليد تعود إلى ما قبل عدة قرون. أوه، لم أتفطن إليك. بالطبع لم تفعل، ففي النهاية أنا مجرد قط. أجل، عذرا. حسنا، ماذا كنت تقول؟ إنه سباق تقليدي بين الجواميس والبشر، وبعد ذلك يحتفلون سويا، ولكن أنصحك الآن أن تبتعد عن طريقهم. لست في حاجة لتكرار ما قلته. شكرا ووداعا. أخ عيني، الضوء ساطع جدا هنا. حسنا، يمكنني الرؤية بشكل أفضل الآن. كل شيء أصفر اللون وأسود قليلا. مهلا، هذا أنا هناك، وهناك أيضا، أنا في كل مكان. حسنا، لست أنا بالضبط، ولكن هذا رمزي بلا شك. ها، أعتقد أنني أعرف مكاني الآن. لنذهب لاستكشاف ذلك المبنى الشبيه بالطائرة. المكان مظلم هنا. ها، أين الباب؟ لقد كان هنا. أرجوك، لقد علقت. النجدة. أوه،
لقد ظهرت أمامي ثلاثة أبواب لنتفقدها. مؤلم، هذا الباب ساخن جدا والثاني مغطى بالصقيع. من المؤكد أن الجو بارد خلفه. ماذا عن الباب الثالث؟ أوه، لم ألمسه حتى، ولكنه صعقني فجأة. أعتقد أنني مضطر لاختيار واحد للخروج بأمان. هل سينفذ مني الوقت؟ لماذا تحول كل شيء إلى اللون الرمادي؟ مهلا، انتظر. 10 ثوان ليست كافية. ماذا عساي أفعل يا إلهي؟ ها، لقد وجدتها. هناك زر الإيقاف المؤقت. لحسن الحظ أصبح لدي الوقت الكافي الآن. أوه، تبدو هذه السترة دافئة بما يكفي للمرور عبر الباب الثاني، ولكني لازلت أشعر بالبرد. و أوه يا رفاق، لماذا تركعون أمامي؟ هل هذه هداياكم؟ من أجلي؟ مهلا، هذا رائع ولكني أفضل الذهب. ولا تنسوا البقاء دائما على الجانب المشرق من الحياة. واو، انظر إلى هذا، يبدو ارتفاع المدينة بقدر عرضها. مهلا، هذه سيارة أجرة طائرة، ويبدو ذلك الرجل ككوربين دالاس في فيلم العنصر الخامس بالضبط. حسنا، أود النظر إليه من فوق. مهلا، هل يمكنك أن تقلني من فضلك؟ شكرا صديقي، إلى المستوى الأعلى لو سمحت. يا إلهي، لقد كان ذلك سريعا. تفضل، احتفظ بالفكة. يا له من مشهد ساحر. هل هذه مدينة من المستقبل؟ أبراج معدنية وزجاجية وطرق سريعة جوية تبدو مدهشة لي. أوه، انظر، هذه سيارة الأجرة نفسها مجددا، ولكن هناك ثلاثة شبان يبدون خطرين، وليس هناك شخص آخر غيري. أوه، من المؤكد أنني ارتكبت حماقة ما عن غير قصد. عذرا يا رفاق، كان بودي البقاء أكثر، ولكن لدي عمل ما في مكان آخر. حسنا، يبدو هذا العالم مثل السابق، ولكنه نوعا ما مختلف وعجيب. ماذا تقول هذه اللافتة؟ كوكب النقل السريع؟ أوه، أعلم بمن سألتقي هنا. لنذهب، قد نلتقي بالفريق بأكمله. أم لا، ستغادر السفينة الفضائية المرفأ، ربما تحمل طلبيات ستذهب لتسليمها بلا شك. حسنا، عموما هناك العديد من العوالم الأخرى التي يمكننا استكشافها. هل عدت إلى كوكب الأرض الأصلي؟ يا للعجب، انظر هناك في السماء، هذا طائر. كلا، هذه طائرة، بل الكثير من الأشخاص يحلقون في السماء. مؤلم، لقد كدت أن أطير من مكاني بسببه. مهلا، هل كان هذا إنسانا آخر؟ يبدو أن هذا العالم مليء بالأبطال الخارقين الحقيقيين. لنلقي نظرة إلى أين يتجهون جميعا. أوه، يفضل ألا أقترب كثيرا، شيء جنوني بحق يحدث أمامنا الآن. أوه، كاد الانفجار يقتلع رأسي من مكانه. مهلا، من أنت؟ إلى أين تأخذني؟ أنا أخاف من الارتفاعات. إذن، هل ستتركني في السطح هكذا وتنطلق في السماء ببساطة؟ حسنا، أعتقد أن هذا البطل الخارق لا يهوى الثرثرة كثيرا. لا يهم، يبدو هذا المكان مألوفا. أعتقد أنه أوه يا إلهي، لا يعقل، ولكنه كذلك. انظر إلى تلك الراية، لم أتعرف على وجهه أو اسمه، ولكن ذلك الشاب هو ابني بالتأكيد. لقد عدت إلى الديار، وحتى أن هذه الشوارع التي ترعرعت فيها، ولكن تغير كل شيء هنا. يمكنني بالكاد تذكر هذا المكان. أوه، هذا منزل والدي، سألقي نظرة خاطفة وأعود. كلا، ليس هما، لا أعرف هذان المصباحان. أعتقد أنه مر زمن طويل منذ رحيلي. عذرا، لا يمكنني تحمل الأمر أكثر من هذا، لنذهب. مرحبا، لا يمكن للمصابيح الضوئية السباحة، ولكن يمكننا أن نطفو. حسنا، أنا بخير. لما هناك الكثير من المياه على أي حال؟ واو، تحتي بالضبط هناك مدينة بأسرها، جميعها مبنية في أعماق البحر، وهناك أشخاص يسبحون هناك. انظر إلى عربة فرس البحر. أوه، مرحبا يا صاح. عذرا، لا أعرف ما عساي أقول. سمعت أن الدلافين ذكية، ولكن ربما ليس بالقدر الكافي لتفهم كلامي. أوه، لما فعلت ذلك؟ هل هؤلاء أصدقاؤك؟ مهلا، أنصت، لست هنا بحثا عن المشاكل، اتفقنا؟ أنا في زيارة فقط. كلا، لا تلمس ذلك الشيء، سينقلني إلى عالم موازٍ آخر. عظيم، لقد أعادني بطريقة ما إلى كوكب الأرض. حسنا، أعتقد أنني اكتفيت اليوم من كل هذه العوالم. لماذا جميع هذه العوالم عدوانية على أي حال؟ حسنا، تذكرت،
أردت شرب بعض الشاي. تفضلوا يا أحباء الجانب المشرق. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.